انتم تكلمتوا على مصنع فيات، هذا من اول المصانع يعني، واحنا قدمنا لهم كل الدعم باش تكون فيه صناعه حقيقيه، والحمد لله اليوم كل ما قيل حول هذا المشروع، المشروع راه قائم في الميدان وينتج يعني صنفين من السيارات اللي هما مطلوبين حاليا في السوق الجزائري. الكميات ماهيش كبيره ولكن هو مصنع واحد، اتفقنا معهم باش يكون فيه تنصيب فرقه رابعه باش يكتفوا شويه في الانتاج، والحمد لله من هنا اخر شهر نوفمبر ان شاء الله الكميات تزداد. حاليا راهم ينتجوا حوالي 4 سيارات موديل فيات 500 في الساعة، دوبلو 13 سيارة في الساعة، يعني المطلوب من الجميع ما نقولش الصبر، ولكن احنا رانا في طريق تنصيب يعني صناعة سيارات حقيقية، وفيه بعض المصانع إن شاء الله اللي راح تدخل في حيز الإنتاج إن شاء الله عن قريب. شكرا.